هلا شباب واهلا وسهلا بكم في فيلم ستيشن، وياكم نور الدين صديقي علي ومجد. هلا هي هي. احنا اليوم راح نحكي على فيلم باتمان في سوبرمان دون اوف جاستس. احنا كلش متحمسين على الفيلم، راح ينزل هو بيوم 24/3، ومن هسه احنا مشترين التيكتات. وهذا الفيلم هو كان مثل حلم الكل، قراء الكوميكس وكل الناس اللي تحب افلام السوبر هيروز. اول مره راح نشوف باتمان وسوبرمان بنفس الشاشه، وبالاضافه ان هما بنفس الفيلم واحد راح يتعارك ويا الاخ، فما اعرف ايش راح يصير، واحنا كلش متحمسين. وبالاضافه اكو هم وندر وومن وياهم، واذا اقول مرت الاخ بالاضافه راح اربح ثلاجه صغيره. God versus man. Day versus night. الحلقة مالتنا هاي راح تتكون من جزئين. الجزء الأول راح نحكي عن سوبرمان وتاريخه، وبالجزء الثاني راح نحكي عن باتمان وتاريخه. مثل ما قلنا، هذا الفيلم جدا مهم بالنسبة لنا، لأن شخصيات باتمان وسوبرمان أثروا على ثقافتنا الحديثة وتاريخ النشر، وأثروا على الكوميكس وأثروا على القصص، وفشي كبير إنه إحنا راح نشوفهم ثيناتهم بنفس اللحظة بنفس الفيلم. هسه قبل ما نبلش بالفيلم نفسه، خلينا نرجع شوين اليورا ونشوف التاريخ مع شخصية سوبرمان. هسه بالرغم من انه اغلب الناس يتوقعون انه سوبرمان هو اصل قصص السوبر هيروز، بس هو ما كان اول واحد، اكو شخصيات قبله طلعت، بس اللي ميزه وخلاه يبرز عن الباقين هو سوبرمان بن الاساس لشخصيات القصص المصورة، واللي حد اليوم هو المقياس لمثل هالنوع من الشخصيات. اللي سوى الشخصية هو جو شوستر وجيري سيغال، وكانوا يشتغلون بناشنال كوميكس دي سي حاليا، واول مرة شوفوا هاي الشخصية للعالم كان بسنة 1938. وقصة الاساسية هي انه شخصية سوبرمان اجا من كوكب اسمه كريبتون، والشخصية اسمها كالال، والكوكب كان على ابواب انه ينفجر، بس قبل ما الانفجار يصير ابوه كالال حطه بسفينة وخلاه يفلت من الكوكب، وخلاه هو الناجي الوحيد من الكوكب مال كريبتون، ودزل كوكب الارض. لما وصل ونزلت السفينة بمدينة اسمها سمولفيل، واللي لقاهم عائلة اسمها كنت، واللي بيها كان بس رجال ومرأة، وتبنوا للطفل وسموه كلارك. وبعد فترة بلشوا يكتشفون ان الطفل عنده قدرات خارقة، وعلموه شلون يستخدم قوته للخير. وبعد ما كبر قرر انه يصير الشخصية اللي هسه كنا نعرفها. قراء القصص المصورة رأسا تعلقوا بالشخصية وبسرعة، لأن صار رمز إلهم يرمز للخير ومساعدة الناس. وطبعا أول طبعة مال القصة سوبرمان رأسا انباعت والكل اشتروها، وبخلال سنتين سوبرمان كان بكل مكان، كان عنده مسلسل على الراديو، كارتون وألعاب إلى آخره. ومن وراء هذا كله بلشت الفترة الذهبية لهذا النوع من القصص، ولأن كانت الشخصية والقصة ناجحة فديسي رأسا قررت أنه تسوي شخصيات ثانية وأبطال ثانيين. اللي خلى شخصية سوبرمان محبوبة لهالدرجة هو انه هاي الشخصية كانت عبارة عن شخص لاجئ ويحاول يساعد الناس. هذا خلى القراء يتعاطفون وياه اكثر، وخصوصا بهذيك الفترة الاطفال والمراهقين خلوا مثل اعلى يقتدون به. واليوم شعار سوبرمان هو اكثر شعار معروف بالعالم، وقصصا انباع منها ملايين النسخ وتمت ترجمتها للقصص لاكثر من لغة. وبال2014 كانت اكو النسخة الاول طبعة الاول قصة مصورة لسوبرمان، وانباعت بسعر 3,200,000 دولار. هسا الشخصية من قد ما هي مشهورة اترجمت لهواية لغات ودخلت لهواية دول. ايه اتذكر حتى دخلت العراق، كانوا الاس يقلبوها ويحطون نقطة ويسمون رجل خارق يسوي له شوارب، وحتى شخصية ما تبدأ اتذكر نبي فوزي. نبي فوزي. بالاربعينات سوبرمان كان بكل مكان، مسلسلات ومجلات والعاب ومسرحيات، بس بال51 سووا له اول فيلم كامل اللي هو اسمه سوبرمان اند ذا مول مان، بطولة جورج ريفز. جورج ريفز كان أول يعني موفي ستار يمثل شخصية سوبرمان، وتبع هذا الفيلم مسلسلة اسمها The Adventures of Superman، استمرت لحد سنة 58، وبال 59 جورج ريفز توفى. Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman. طبعا الصدفة الحلوة انه بن أفلك اللي باتمان فيرسس سوبرمان يمثل شخصية باتمان، مثل فيلم ثاني اسمه هوليوود لاند شخصية جورج ريفز اللي هو يمثل شخصية سوبرمان، كان فباتمان هو سوبرمان، هو بن أفلك هو سوبرمان. هو مو بس اول سوبر هيرو حقق نجاح كبير بالكوميك بوكس، هو اول سوبر هيرو كان له فيلم بميزانية ضخمة. سوبرمان ذا موفي اللي بدأوا يشتغلون به بال 73 ونزل بال 78 بطولة كريستوفر ريف اللي مثل شخصية سوبرمان، وجين هاكمان اللي مثل العدو مالته لكس لوثر،
نزل بال 78 وحقق ايرادات كلش ضخمه وكل النقاد والناس حبوه. سوبرمان الثاني اللي تصور بنفس الوقت مال سوبرمان الأول نزل سنة 80، وبهذا الجزء شفنا أول مرة الجنرال زود اللي مثل الممثل البريطاني تيرنس ستامب. المعجبين همين كلهم كانوا يحبون هذا الفيلم، وهمين النقاد رحبوا به، ومثل الأول حقق نجاح مادي. بعدين بال 83 نزل سوبرمان 3. سوبرمان 3 كان علي تحكي على الفيلم علاوي زين نور شباب زين. بالجزء الثالث ما اعرف ايش رادوا دي سي يسوون، المهم رادوا يغيرون التون مال الفيلم، وكانه كان جدي كلش بالنسبه لهم الجزء الاول والثاني، فقرروا انه يزيدون الكوميديا بعد بزايد. سوبرمان هالمره لازم يتعارك ويا كمبيوتر شرير، وجابوا على أساس اللي صمم الكمبيوتر ريتشارد براير ممثل كوميديان. شو أقولكم عليه؟ لا أحد يشوفه بليز. وراء 4 سنين بال 87 رجع كريستوفر ريف تمثل آخر مرة شخصية سوبرمان سوبرمان 4 The Quest of Peace، والله لو تموتون ما أحكي عنه. عفتوني وحدي وقعتوا الإضاءة. اوكي سوبرمان 4 هو اسوء جزء بسلسله سوبرمان مال كريستوفر ريفز، يمكن اسوء فيلم سوبر هيروز بالعالم. اول شيء الشرير مالتها اللي هو اسمه نيوكليير مان سووه من شعر سوبرمان، وفيناتهم من قاموا يتعاركون قام واحد يخرمش بالله، وسوبرمان بعيونه رجع صور الصين العظيم وراح سواله حكى كلمه باليو ان يعني والله ما رد اكمل خلاص، انتوا لا تروحوا تشوفوا، هاي نصيحه من عندي. And Margot Kidder as Lois Lane. Superman 4. His most important adventure. The quest for peace. سلسله افلام ريفز الاربعه كان جمهورها هم الاطفال اكثر من الكبار، وخصوصا اخر فيلمين، لكن السلسلة هاي راح تبقى خالدة بالتاريخ لأن هي أول أفلام للسوبر هيروز، وطبعا أول أفلام الشخصية سوبرمان. للأسف تعرض الممثل كريستوفر ريفز سنة 95 إلى حادث أدى إلى شلله، وتوفى الممثل سنة 2004. إحنا راح نظل نتذكر كريستوفر ريفز كل ما نتذكر شخصية سوبرمان، وبنظرنا ونظر هواي ناس ريفز هو سوبرمان. سنة 93 وارنر برادرز ودي سي كوميكس نزلوا مسلسل اسمه لويس أند كلارك. تركيز المسلسل هاي كان على علاقة سوبرمان بصديقته. المسلسل كانت بناتية أكثر، بس استمرت 87 حلقة هواي ناس تفرجوها. وراها المسلسل نزلت هواي مسلسلات كرتونية، لكن أشهر واحدة كانت سوبرمان The Animated Series، واللي حصلت إعجاب النقاد وهواي ناس تعرفوا على سوبرمان من خلال هاي المسلسلة. سنة 98 المخرج تيم بيرتون راد يسوي فيلم السوبرمان على الطريقة الخاصة مالته. فتخيلوا المن جاب على مود يمثل دور سوبرمان نيكولاس كيج. الفيلم كان كلش غريب، واذا تريدون تعرفون عنه تفاصيل اكثر ممكن تشوفون الوثائق اللي هو اسمه The Death of Superman Lives. بسنة 2001 Warner Brothers وقناة CW سووا مسلسلة اسمها Smallville. هاي المسلسلة تركيزها كان على كلارك كنت من كان بعده مراهق، وشون كان دا يكتشف مادة القوة. المسلسلة استمرت لمدة 10 سيزونات، وعرفت جيل جديد على سوبرمان وعلى كل القصص مالته. وباي ذا واي لحد هسه هو اطول مسلسل سوبر هيرو. خلال هاي الفتره وارنر برادرز قرروا تسوي فيلم لسوبرمان جديد، وهذا طبعا ورا 20 سنه من افلام كريستوفر ريفز، وجابت المخرج براين سينجر اللي هو اخرج فيلم اكس مان والفيلم كلش نجح. المخرج براين سينجر حط الممثل براندون روث واللي هو يشبه كريستوفر ريفز، وجابوا كيفن سبيسي على مود يمثل دور لكس لوثر. الفيلم كان جزء مباشر لأفلام كريستوفر ريفز، نفس الشعور ونفس الفئة العمرية، بس الفيلم ما حقق النجاح المستحق لأن أفلام دارك نايت
لكريستوفر نولان غيرت اللعبة تماما وخلت الناس تتوقع أن أي فيلم سوبر هيرو راح يكون سوداوي وراح يكون أكثر لفئة عمرية أكبر. فسوبرمان ريتيرنز حلو كان، بس مع الأسف توقيته كان غلط. لو هذا الفيلم نازل بداية التسعينات والثمانينات كان حقق نجاح أكبر. ولهذا مثل ما تعرفون دي سي اتجهت اتجاه مختلف. بالضبط، هي بعد ما شافوا مارفل هم يعني شلون قاعد تنجح بالافلام مالتها والتنوع والاختلاف مالت الالوان اللي صارت بيها، دي سي رادت تسوي هيك شيء قريب من عنده، خصوصا بعد ما شافوا الفشل اللي صار بجرين لانترن بوقتها، فقالوا انه اوكي الشخصيات مالتنا احنا زينه بس لازم تكون شويه سوداويه، فلذلك جابوا كريستوفر نولان بوقتها على مود يسوي لك مثلا مان اوف ستيل جديد، واستهدفوا فئه عمريه مختلفه من مارفل. بالضبط، مستوى مالت العمر شوين كان اكبر. بعد ما جابوا زاك شنايدر المخرج اللي نفسه سوى 300 وواتشمان، قرروا انه يسوون فد سوبرمان شوين سوداوي اكثر من قبل وخلوه نوعا ما واقعي، وهو شيء راح تلاحظوه هو التغير بالبدله مال سوبرمان. هسه الفيلم نفسه اي نعم انه حقق ارباح هوايه، بس مو كل الناس حبوا الفكره مالته بالرغم من انه الاراء كانت مختلفه، بس مع ذلك الاغلبيه حبوه. نجاح الفيلم ماديا نوعا ما خلانا نقدر نعرف او نوثق انه بالمستقبل راح تصير اجزاء جديده بالعالم مال دي سي، فتوقع راح تشوفون اجزاء بعد لخه للسوبرمان او الباتمان بالمستقبل. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about Super? Excuse me. زاك شنايدر اجى بعد شهر من ما طلع المان اوف ستيل بوقتها بالكوميكون، واعلن بوقتها انه راح يصير في فيلم جديد اللي هو باتمان فيرسس سوبرمان، بحيث انقلبت الدنيا بوقتها عليه. ماكو واحد ما قام يصيح بالحفله مالتهم. وهو جاب قرا مقطع من دارك نايت ريتيرنز الكوميك الجرافيك نوفل اللي هو ماخذين من عندها لقطات بهذا الفيلم. بالضبط، وبعدين همين وراها فتره جابوا بن افليك وقالوا انه هو اللي حيصير باتمان. هي هذه كانت يعني حلم تحقق، مو بس المعجبين سوبرمان وباتمان، مو بس حتى المعجبين دي سي، يعني كل الكوميك بوك فانز بالعالم تخبلوا عليها، فشي يعني حلم ده يتحقق فعلا للكل. على العموم هاي نهاية هذا الجزء، الجزء الجاي حنحكي بيه على باتمان وتاريخه وتأثيره على هذا الفيلم. شوفكم الأسبوع الجاي. باي باي باي.